السلام عليكم اخوانا اعزائي المشاهدين، اليوم راجع لكم فيديو جديد. اليوم مي الضلوع يوسف العتابي وباقر الياسري ذبحتونا باقر او طلعوا لنا باقر. اليوم تعنيت من محافظه ذيقار للنجف الاشرف، وسهلا بيك، واتجهنا من المشخاب الغماس. هسه رايحين نصيد طبان وطيره حره اذا الله رزقنا وحصلنا. هنا اخوكم يوسف، بدايه جديده على اليوتيوب ومقاطع حلوه، اتمنى ما تقصرون وتروحون تشتركون بقناته. راح اخلي الرابط مال قناته بالوصف وبالتعليق المثبت، واللي تحبون انتم خصوصا اللي تحبوني اريدكم تروحون تشتركون بقناته، لان بالمستقبل راح تصير طلعاتنا مشتركه وتصوير بكاميرا الراس. واللي يسال شنو هاي الكاميرا او شنو نوعها راح نصور لكم تفاصيلها في فيديو ثاني. خليكم ويانا. هاي اراضي المشخاب واراضي غماس، من تجي لهنا ترتاح نفسيا، تنسى هموم الدنيا كلها، لان اجواء حلوه وخضار وطبيعه وصيد. باقر باقر شو ذاك باقر؟ واو لا حرامات، ها توقعت ذيب. فيا اخي تحس براحه نفسيه، الماء والخضراء والوجه الحسن، الماء عبرنا والخضراء هاي وهذا الوجه الحسن هذا قدامكم. فالله يحفظنا ويحفظكم، ونحاول قدر الامكان نطلع ونسعدكم ونغير من الروتين مالتنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. هاي واحد قدامكم شوفونها طبنا مسنع. كفو تسلم عيونك. حلوة باقر الياسري. لعيونك لعيون المتابعين. تسلم. يلا بتغريد. ابدعنا بتغريد. ابدعنا بتغريد. تقوى شنو؟ ابدعنا بتغريد. هسه صار تدلل. ابدعنا بتغريد. تقوى يلا باقر. هلو كفو. شنو هاي اخذت لها فره؟ شنو هاي؟ يمكن ما طجر صج محيل. هاي العيون من هاي؟ هاي لعيونك اكيد. تسلم عيونك. اذبح اليوم تصوير بكاميرا الراس، ماكو عذر. صاح الطيره هجي، الكاميرا زال بهجي، ماكو كاميرا من ارقى انواع الكاميرات اللي هاي تشوفونها. جتني هديه ومصور لكم الفيديو مالتها شلون جتني والترتيبات مالتها وكذا وشرح مفصل عنها. فنشوفها اليوم وان شاء الله تصويرها روعه. اخشني المهم ان شاء الله تصويرها روعه. مالي يلا بسم الله اكبر. وي هاي الطايرة ولا؟ روح روح جيب 81. هاي وحدة
هاي وحده تعال، وهاي وحده. عم خير وبركة نعمة، عم العراق خيراتها ما تخلص. وبن اخواتي وهاي ترتيباتني، راح نروح نشوي ونقلي، تعال شوفها تعال شوف هاي ترتيباتني. وهذا العكاد بانواعه، الماركات هات نوال، هذا الايطالي البيبس، هذا الستيرلينك، هذا السبيد والسفاري، وما شاء الله نوعيات ما انزل الله بها من سلطان. طبعا هذا شوف الخيف، هاي النحره خلاص ترمعت على كيفك. ترى يلا يوسف 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 عافية كفو. طبونا المدرعه رميناها طلقتين ووقعت بذاك الاتجاه، البندقيه ما تقدر تخليها اتجاه صاحبك، خليه باتجاه ثاني. باوع صارك ساعة دور لك المعبر. يعني شوف شوف ايش قد ما كذا صاكم، شاك الشمس ايش قد ما كذا صاكم ونقلت. يلا خير بركة خير بركة، اذبح للتنويه بعد اكثر من مرة انوه حبايبي، الطائرة مجرد تسمع عليها راح تتحلل، بالتالي تطيح ميتة عدلة هي حلال حلال حلال. ساكو وادر رميناها وحطت بهاي النخلة، ما اعرف هي ماتت او بعدها حاطة، اذا طار ثانيها اذا لك حاطة رفادي بس خلقيت بيدها ساعة طوال تشاق. بسم الله الله اكبر، ارفع الفدرة شوي على راسه بالقلبة. رميك غلط ها؟ رميك غلط؟ انا غلط باخر منها ترميها، شوف ترميها منها تندفع لغاد. وين الحوار ما تملاك على بولد تحت شي نامت بالقلب. شنو راح تعارك؟ حتى ما نتحمل اثم نخاطر ونصعد نجيب الطيارة. يا الله بس نشوف الكاميرا جاهزة اليوم بدي اصورها هي فوق. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذيك الجهة ترى هي؟ اه من ذيك الجهة. هاي النخلة خشعة 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 يسمونها خشعة. جوازي يا جواد شنك بعيجي؟ اقول له ها؟ ها؟ ما اقدر اجربه جرى زلتي. كسري كسري ليش عندي خوش لقطة. يلا طبعا صعدت ووصلت لهذه نهايتها، ماكو مكان اتلي بيه او اخلي رجلي علي، وديه شققت. هل جاي تشوفونها؟ باوع جاي شوفها واضحة؟ واضح. فالله والعاذرين، وهذه للطير وما سهل الله، الغراب والصقر والجريذ بالنخال والحوم. حنين على الجريذي. حنين. فاحنا بعد قولت مبرينا ذمتنا، وان شاء الله الله يرزقنا. السنوفل الحسناوي وباقر الياسري جاي يرسمون الخطة. شوف انطال بندقية الباقر، باقر الاوتر
شوف هاي المجموعة اللي حاطها على النخل، حاول قدر الامكان تختلها. ماشي؟ اي طير وين تجيب هاي النخل؟ خذ حاجة، انت وين تروح؟ تاخذ الموبايل صور وياه. وانا خلوني غادي صور كاميرا الراس. الو تغيير بالخطة، اكو ناس جاي يمشون بالزرع راح اطب عليه هنا وانتم قاعدوا على الشارع. هي سبقتني يلا بسرعة راح اطب عليه هنا. يلا باي. طلعش حبيبي خدمتكم. شوفوا الشارع قدامكم، شوفونها على صدره. لا يلا ماي مستنى معدلها شنو؟ ها اذبح اخوي. يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد. تاخذ طاير على طاير؟ اي يرحمهم علينا. هسه يا اخوان لقينا عيش مارس قوة. ايه حلو خوش حكي. جيبوا لنا كاميرا الراس خلنا نصعدلها نستفسر ونستطلع شنو موجود بهذا العيش. مستغرب ما عندي شو اسمه ما عندي رصيد. لو تنتظر نرد لك اياه. ما شاء الله. البيضة باردة كلش. شوف هذا مش الترافة مالته. هل يعرف شنو نوعها الصقر؟ هل هو باشق؟ باز؟ يخلينا بالتعليقات لان شنو راح نرجع له. نرجع له بعد اسبوع او اسبوعين ونشوفه اذا نفرغ او بيضات قديمات. بس اذا بيض قديم ما معقولة يبقى لان ياكل الدود او يفقس. المهم اللي عنده خبرة ينطينا علم بالتعليقات. وهسه ننزل وذولاك الأخوة جوا وين صايرين. يا الله الحمد لله وصلنا لبر الأمان الحمد لله والشكر. البس حذائك وروح سوي لك غدي. حاليا قاعدين بمكان راقي اللي احنا هسه بالبساتين هاي قدامكم وبظهرنا هذا الشط معقوله
بمناطق غماس والبساتين الحلوة والصيد الزين اللي جاي تشوفونه بعيونكم. والله وكفو مسنع معدل براسك 60 حظ. خلاص هاي غراضنا وترتيباتنا كلها موجودة وراح نسوي الغداء. والماي ما شاء الله يعني مناظر خلابة وراقية. وهذا العزيز اخوكم باقر الياسري. تحياتكم. اتمنى اللقطات اللي جاي نصورها والفلوقات اللي جاي نطلع تنال رضاكم وتعجبكم. كل ما نقدر له احنا نقدمه لكم، اللي علينا نقدمه لكم نقدر له طبعا. وهاي الشباب الزينة وهذا الشط المعدل معقوله. فراح نصور غدا هسه احنا ونصور لكم الاحداث مال الغدا، وبعدها اذا اكو صيد نصيد. وهذه السلاح مالتنا، هذه الاته وهذه الكرال وهاي ام فردان وحده. شنو هاي نوفل الشغله؟ ها حلقومه هسه اشتعل في النار على حسب الاصول. انا شو نسوي؟ بعد ما اكتفينا نطفيها. طب ادس سلك عضه تسوي ترجعها صندوق. شغله مرتبه هالي. هسه يا جماعه الخير اخذت لي قيلوله. قيلوله مدري فيلوله. القيلوله هي يمكن العصر مو؟ والفيلوله الظهر باقر؟ قيلوله فيلوله. ها؟ زين ما نايمين. داي 24 ساعة حقي. هسه شعلنا هاي النار وعندنا هنا مجهزين خشاني لان مشتهين خشني وملحن باقر وخلينا هاي ترتيبات عشان نملحها. ما تعرف تخلي هاي طبانة طلعها طلعها. في مملحة وجاهزة؟ سوين بهارات مالتها. هي طبانة شنو بهارات؟ يلا حطها على جنب نحطها. وقف هنا خليها خليها كرمة. اخذ ترتيبات. هذا الخشني وهاي الطبل. هي الحياة ترى. القرآن هي هاي الحياة. نسيتها ما ادري ابي نصيمية. ها؟ طب وانت صار التاير. ليش؟ طلعها طلعها كافي بيحترق ذنة. ليش ترى الدهن هواي مخلفته. خليه يحمي بسرعه يستوي. ايه جيب لك خبزه ثانيه غطيها. اقول لك ايه يعني شيء لك نار ساعه. ها اذا قتلت صغيره ساعه. يلا هسه خلي ارد اسمع هاتش. وقفوا. يلا يلا انطلع. شو متغير عندكم؟ لا عيب. هنا يا حبايبي وصلنا لنهاية السفرة واتمنى الفيديو نال اعجابكم. هنا الاخوة الطيبين باقر ياسري ويوسف العتابي والمصور نوفل الحسناوي. هاي السفرة المتواضعة وتمنينا كل عزيز وغالي يشاركنا السفرة بهاي الاجواء الحلوة والاكل بجرف الشط بغماس. يعني مناظر حلوة وطبيعية وهذا الصيد اللي الله رزقنا به. اذا عجبكم الفيديو انطونا لايك واشتراك وتعليق حلو مثلكم. ولا تنسون قناة اخو يوسف خليتها بالوصف واتمنى تشتركون بيها وما تقصرون.